Guten Tag noch einmal. Machen weiter. Mal Lehal. Lihua, das ist sieben Jahre Rückkommen Halle. Es ist noch deine Kuh. Acht, drei, zwei, neun. Das war die Lösung. Gut. Entschuldigung. Entschuldigung. Ja, ja, Frau. الاي هو 6 لانه هي تريد يعني تتقدم على شلون دوره على الوظيفه في هذا دور الوظيفه امراه كانت للنساء هذا رقم 9 gut Berufstippen ويا يعني انواع الوظائف كل شخص يحب نوع من الوظيفة خلنا نشوف أنت يا نوع حسب هذا الاشتاتستيك هاي الاستعلام راح نسوي هسه نسأل أي واحد ونعرف أنت شنو تحب أي وظيفة قلت نقول بلشا بغوص تيب زنزي أي نوع من الوظائف أنت ديزن زي und ankreuzen Sie Sie sind ein typischer Kaufmann يعني businessman تحب الأعمال Oder sollten Sie vielleicht Handwerker, Tablamal Yedawiye, oder ist ein sozialer Beruf, ein Wadif Ishtimaiye, das Richtige für Sie, Hrada Munasib Elek, Sie wissen es nicht, Meteorfadish. Dann sollten Sie unbedingt unseren Schritte-Berufstest machen. Hansau halt, Berufstest. Gut. Kulwahid, wenn ich gerade hinne, methan al-Sriha ist mir, Kadol Arba Jumal, Ulbaqiyya hinne, شنو من هاي الجملة تعجبك؟ مثلا يعجبوك كلهم تأشرهن حسب معناها أو وحدة تعجبك بس كيفك ومن ثم بعدين نعرف احنا شنو التيست مالنا هذا فهذا المربع الواحد إذا كلهم يعجبنك أو ما حد يعجبك أو وحدة تقدر تأشر عليه براحتك beginning via mit der Frau Nahid ja eins eins welche Sätze gefällt Stadel Vogel nein hier Bananen sind gesund. أول شيء البنانين زين gesund. الموز هو صحي. كملي. تتأشر ويانا إذا عجبك جملة اكتبها. يا أشر. Weiter. Das wird das sieht so ähnlich aus wie meine بور ماشين يا هذا يبدو كأنما مثل الماينر بور ماشين اللي هو الدريل اللي يعمل فيه كم دي ايش هابه هونغا عندي جوع ein كيلو بنانين فيو 99 سنت Das ist billig. 99 Cent, das ist billig. جمل مختلفة. كبيحة تجينا حتى أمثلة يعني معناها مو جدا مقارب للواقع. جيد. اللي بعده عبد الله صفاي تجاي تأشر معنا. يا. دايسين هما كان مان دوخ نيشت verkaufen. مثل هذه المطرقة لا يمكن للمرء أن يبيعها. كمل. Wo sind denn die Nagel? Nägel. أين البسامير؟ Vorsicht, damit kann man es wehtun. انتبه. ربما يا تؤلم نفسك أو يؤلم المرء نفسه. والأخيرة؟ Oh ja, das sieht noch Arbeit aus. هذا يبدو كأنه عمل. دانك دي اللي بعده فراو رقيه aus holz kann man viel machen الخشب يستطيع المرء العمل كثير كملي خشب انت باومن kann man geht schlafen gut schlafen تحت الاشجار يستطيع المرء النوم جيدا كم دي؟ viele Bäume sind eine Wald.
مومنت فرقية هذا الصوت يشابه yeah. هذا هذا شو نصيح للصوت هذا شوفا أيو هذا الصوت أوي يا هذا مثله يشابه فبويمن بويمن أوي بوي أوي بويمن يا فيلا بويمن زند أين فالد الكثير بويمن زند أين فالد الكثير من الأشجار هي غابة أعتقد قرأتها هيك شيء آني يعني صحيح فاروم نشت أوكا أوكو أوكو إتس مودرن لما هذا أوكو إتس مودرن اللي هو صديق البيئة يعني هاي صديق البيئة للصناعات أصبحت حديثة المنشأ تانكا دي اللي بعد سارة بتزودها دي سونة shined for alle Menschen. الشمس تشرق على كل الناس. So schön kannst nur dir Meister machen. مثل هذا كم هذا جميل هذا فقط يعمله المايستر يعني المحترف. Optimismus ist gut für Geschäft. التفاؤل هو مهم للتجارة. Ich möchte jetzt spazieren gehen. أود الآن التنزه. Danke dir. اللي بعد ناهد. Frau ناهد. Ja. Alder machen tollen Nächte. Besser als jede Handwerk. النسور تصنع عش رائع أفضل من الحرفي هاندفيرك. أمريكا ist ein wichtiger Handelspartner. Handelspartner أمريكا هي نقول شريك للتبادل الاقتصادي مهم شريك مهم للتبادل الاقتصادي. So ein Vogel hat auch kein leichtes Leben. العصفور ليس لديه حياة سهلة. Kein leichtes Leben. والأخير. In die Natur hat jeder seinen Platz. في الطبيعة كل شخص لديه مكانه. لما أكون خارج الظروف. Danke dir. عبد الله. نعم. Die Zusammenarbeit ist wichtig. العمل الجماعي مهم. Maschinen können bei der Arbeit helfen. الآلات تساعد في العمل. Das ist langweilig. هذا ممل. Maschinen sind ein wichtiger Export Artikel. الآلات هي العملاقة. Sind ein wichtiger Export Artikel. مواد مهمة للتصدير. جيد. هسا أنتوا جاي خططتوا صح؟ الجمل اللي تفيدك. جيد. هسا كل جملة أمامها فد رمز. أما وردة خضراء أو شمس حمراء أو وردة برتقالية أو أزرق. يا لون ساعدكم أكثر. جمعهم هسا من الجمل اللي اخذتها شنو اللون اللي طلع عندك اكثر شيء احمر الاحمر قصدك هذا هذا قصدك عبد الله اللي ثالث ايش هذا هانجل ثالث جمله بال أول صورة. بس مو هذا غير كلن بعدك جمل خططت له بس هاي الجملة. الآن تقريبا خططت هي تقريبا كلهن هيش بس واحدة بس كم واحدة طلعت غير لون. يعني أكثر شيء هذا اللون هذا مو هسا نشوفه. إيه. فراو سارة. لوم. يا هي. بقت عندنا رقية ونهد. بلومن اورانج
zwei Blumen, Orange und Rosé. Blumen und Orange. Gut. الأزرق مطلع عندنا تاجر كاف ميني شاتب وداس است يا زي زولتن إير أينن سوزيالن بروف وظيفة اجتماعية ويلن تختار عبد الله زي فولن غار نيشت أربايتن أنت ما تريد تشتغل أبد شتيمتس صحيح gut ich weiß nicht ob das Ergebnis ist passt das Ergebnis zu Ihnen, هل تناسب النتيجة كم يكتبنا بالشات؟ نعم النتيجة تناسبني. النتيجة هي شنو؟ Das Ergebnis. يقول Das Ergebnis ist nicht eindeutig. هي ليس قاطعة. Sie können sich wohl noch nicht entscheiden. Just eben. يمكنك القرار. اتخاذ القرار. لا زال noch nicht لا زال لديك اتخاذ القرار. شلون حنقول يا او نين؟ نقول نين داس ايجيبنس مثلا جمله عيد مو بس يا او نين جيبنس باست مير نيشت او باست زو مير نيشت او يا داس ايجيبنس باست مير رقية كمليها يا داس أجيبنس باست مير تناسبني ما فيها فعل جملتك هسه باست ضيفوا ياها لازم يكون فعل باست مير باست إن أحد أفعال الجر عفوا سو باست مير كتبتك ياها باست مير يا داس أجيبنس لا فراو سارة الاست شي ليها فعل واحد اللي هو باست دوبل اس بس فعل واحد يناسب جود فرقية عن سارة لازم زي قلنا هذا الاستبيان ايش قالوا هنا ايش بن اين كاوف مينا شيرت تيب داس باست نشت ايش بن التن بفلوغ Gern und mir gefällt meine Arbeit sehr gut. Wie ist es bei dir? Der Test sagt, dass ich gar nicht arbeiten will, das schmeckt. Cool. Eine Playliste, Björn, kauf mir nicht einen Tipp. رجل أعمال das passt nicht وهذا لا يناسب ich bin Altenpflegerin أنا يعني ممرضة und mir gefällt meine Arbeit sehr gut ويعجبني عملي wie ist es bei dir الاختبار قال dass ich gar nicht arbeiten will أنا ما أحب أعمل das stimmt وهذا صحيح عبد الله بس عندك أما تقول يا das Ergebnis passt mir بدون nicht أو تقول لا مناسبة أفضل نعم النتيجة تناسبني واضح؟ gut was haben wir gemacht im letzten 6 modal verben imperativum كذلك أخذنا جملة الداس هاي قواعديا كذلك على الشولة شوية وعلى المدارس الموجودة في ألمانيا على اختصاصات موجودة عندك وجماعة الأوس بيلدونج اليوم أخذناهم 10 إعلانات وكيف تتحدث على الحياة أو الوظيفة عندك وإبداء الرأي بالداس إضافة إلى عندنا القفولة اللي هي بالداس كذلك تحدث عبر الشول سايت أوقات الدراسة أيام الدراسة وهنا الموافقات وهنا اللي تستخدمهم في الكورس والفايتا بيلدونج للتدريب المهني هاي مفردات مهمة جدا أخ فيشتش هذه حفظ جود Jetzt haben wir Feste und Geschenke, أعياد وهدايا. إذا نسوي مدخل لهذا الفصل قبل لا أروح على الأعياد والهدايا. سوي مدخل بسيط. شنو الثاني أعياد وهدايا؟ شنو نقدر نستخرج منهم؟ أعياد وهدايا. Feste
und Geschenke. اكتبوا لنا كلمات قريبة. اكتبوا لنا. متفق. اكتبوا لنا. شنو الجيشنكة نشتري نقدر؟ اوكي قبل ستاك. شنو الهدايا نقدر نجيبها؟ اكو فرويندا ندعوهم او نقول ضيوف جيست عبد الله احسن واجمل جيست بعد بلومن بزوخن ترفن قلناها فان يتحدد بوقت لازم متى اوكي بعد اين لادنك اين افيا اين ولا دي اين لادنك Danke, شكراً. بعد الهدايا شنو نجيب بعد يانا؟ أكو لازم أك أسن ونترنكن عافية. بعد عدة حق الواحد. عادة صي أعياد أو مناسبات هوخت سايت إذا كان أكو زواج. هوخت سايت كذلك أو غريل بارتي. حفلة شواء تقدر تكتب هم غريل فيست ونزو فايت هاي الحفلات اللي تظهر عندنا جيد يوم موضوعنا راح ناخذ كلاينشكايت جود نواعم يوم حناخذ أفعال تتعدى أكثر من مفعول يعني قبل الجملة الألمانية مالتي موضوع كلش سهل بس شوي ركز وياي قبل الجملة مالتي فيها اسمين الاسم الأول مرفوع من قام بالفعل والاسم الثاني لو مجرور ومنصوب حسب الفعل وحسب المكان هسه لا شنو عندنا عندنا أفعال متعدية لأكثر من مفعول يعني ما يتم المعنى ما يصير ذا مفعولين مفعول واحد لازم مفعولين شنو القاعدة القاعدة مالتي تقول الاسم الفعل المتعدي والمفعول الأول والمفعول الثاني شلون يعني نشوف سوبجكت فاعل عندنا فعل متعدي مثل ايش مثلا عندنا جيبن يعطي جيبن عندنا هذا المفعول الاول رقم واحد عندنا هذا المفعول الثاني جيد زين انا بكيف اسوي هذا نصب هذا نصب هذا جر وهذا جر لا اكو قاعده اول مفعول به يكون شخص بيرزون ويكون مجرور في حالة شنو؟ ذاتي مو تنساها هنا شنو؟ هنا خلي شيء اللي هو زاخة وفي حالة نصب شنو يعني؟ أكوزاتي جيد يعني عندنا مفعولين مثلا جيبن إذا أنا أقول إيش جيبة دي موتا أعطيت الأم وقفت هل تمت المعنى؟ شطيته ناين إذن هذا الجيبن يحتاج مفعولين يلا تم المعنى صح جيد دي موتا شنو مثلا أين بلومة أعطيت الأم للأم شنو بلومة بلومة جيد هاي هنا إنسان أول مفعول به قلنا مو شخص ومجرور هي شنو هي الارتكل مال الأم دي شنو أصبح في حالة الجر Yeah. هو حالة النصب الآينة يختلف لو يبقى 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 خلاص جيد بعد مثال آخر إيش برينج ماينم فاتر ومو ماين في حالة الجر شو يصير ماينم فاتر مثلا أين بوخ جلبت لأبي شنو كتاب كتاب ما يدري الكتاب لين هو شنو؟ داس داس بو داس منو يسوي لي جملة بعد؟ إن مثلا فعل شكن
يغسل. كوفن اشتريت لأخي هاتف، من يسوي لي اياها؟ ثم جاي تلاحظ هذا المفعول به الأول إنسان ومجرور، وهذا المفعول به الثاني شيء ومنصوب. هنا شيء منصوب، هنا إنسان مجرور. من يسوي الجملة؟ يا فرقية إشكوفة إشكوفة ماين برودا داس هو الهندي يصير داس هندي أين داس هندي. بس هنا تعقيب بسيط، بس عندك هنا البرودة في حالة الجر شنو نضيف هنا؟ داين شو يصير؟ اي ان اي ام داين ماين عافية سارة شكوفة يا كنت أخذ يا كنت داس هاندي أو داس. بعد بنعطيني جملة أخرى. سلمى برينكت مثلا الابنها يرمزون اين هفت دفتر داس هفت اين نشتول كرسي ينصب عافية صار ايش برينجا ماينم فاتا داس هفت ايش برينجا meinem Vater خلينا نسويها einen Mantel معطف حتى هنا النصب يبين هذا الشيء anyway there او den Mantel نتكمل gut بفيدك اكثر بكتابه الجمل مثل هنا ما موضح شوفوا هذا das wer من عاقل هنا يكون شخص جر وهنا عندنا شيء اللي هو نصب جيد بعدنا بس شلون نسال على ذولا جيد هذا شلون نسال على نفيا لان هو عاقل والمجرور فيم والشيء بالفاس A1, hören wir, ist mal A1. Schritt A, A1. Ihr könnt eine Collage machen. Ich habe meiner Oma mal so ein Bild geschenkt. Das ist ja eine super Idee. Gut, Frau Nahed und Abdallah. Ja. Ihr könnt... Ein Kollage machen. Ich habe meiner Oma mal so ein Bild geschenkt. Das ist ja, nein, super lead. Gut. Ihr könnt im Kunakum eine Kollage machen, yani Cocktail mit Sour تعملون. Ich habe meiner Oma mal ein Bild geschenkt. Für أحد المرات رسلت لجدتي ein Bild صورة. Das ist ja eine super Idee. هذه فكرة ممتازة. طبعا إذا عيد عبد الله ما يوافق هسه وافق هذا عيد ما يوافق شو قلت Das ist nein. Eine schlechte Idee. شنو schlechte؟ سيئة. سيئة أو nicht gute. شوية حتى الرفض ما يصير مؤدب. Nicht gute Idee. ليس فكرة جيدة أفضل من schlechte. عفوا schlechte ما بدي أتعلم عليها. Das ist nicht gute Idee. فكرة ليست جيدة. Good. هسا صار عندهم مثل الاحتفال عندنا ونشوف شنو نشتري لهذه الناس اللي عندنا. عندك شخصين. Was schenken Ina und Rainer zu Weihnachten? شو راح يرسلون من هدايا؟ Ina und Rainer. عندهم هاي الهدايا اللي عندك. Einladung دعوة.
Kochbuch, Kitab Tabuch, Kitab Tahi. Hemd, Kamis, Darfur, Wurst, Ilio, Sausage. Und dann Ring. Khatam. DVD Player. Eintrittskarte, Eintrittskarte, Bataka Dukhul. Pralinien, Albert, Schokolade, Albert, Halawiyat. وفلاشه زجاجه شوف كل من ايش راح يرسل اول شيء بتفراو ساره Weihnacht Geschenk für dieses Jahr. Oma, Einladung ins Restaurant Pischle. Mama, Kochbuch, die beste Kochrezept von A Z. Papa, Hemd mit Mama aussuchen gehen. Roxy, Wurst. Gut, hat wohl Weihnachtsgeschenke für dieses Jahr, lehrte ich sie, ne? Oma, Einladung ins Restaurant, Pichler. Dauert, yani, Dauer al Matam, und Mama, Kochbuch, Kitab Tahi, und Afdal Wasfat, von der Alif El Ya. Papa, Hint, bis du mit Mama aussuchen gehst, du mit Mama, تختار, aussuchen, ich tar, und Roxy, hat der Kelb, tabaha, Wurst, اللي هو Sausage. عبد الله عفوا من عندنا هنا يا فرو رقيه حتحكي لنا على ايش راح يشتري هذا راينر ياسمين رانك ماما اند بابا دي في دي بلاير اونكل والتر اين تريس تراي ein trendes Karte für ein Fußballspiel. Opa Preilem oder Flasche Wein. Wein, danke. Das ist das ist Trank oder Ring? Was sagst du? Ring. Ja, gut. Yasemin Renk, Mama und Mama DVD-Player, yes. Onkel Walter Eintrittskarte, Bataka Dukhul. Lعبة مع الطوبة, كرة قدم, والأوبا لجت راح ينطي علبة حلويات وزجاجة فين. أو يعني فاين, زجاجة فاين. عيد منكم, هسا احنا قريناهم ذول ترجمناهم, عيد منكم واجب تكون ذول جمل, مثلا تقول لي إينا شينكت يشون الضمير تملك مال إينا إير صح وضيف إيرم إيرر معرف حسب حالة الجار الموجودة هنا تن إيرم فاتر أبوها شستت لأبوها أين هنت صح وتكمل هاي جملة ونوب تيجي على غاينة غاينة من يملك شي شنو الضمير تملك مالته زين وهم يتأثر زينم زينر إذا كان مؤنث واضح هاي جمل عندهم ثم هنا هم كاتبيها تكتبوها تنزلوها في المجموعة عندنا حتى نشوفها محاضرة القادمة قلت أتغاي فاس في شينكن زي شرح تهدي زين زي تاسبيلد أن باوع على هذه الصورة أنتشبريشن زي مت إيرم إيرر باتنرين إيرم باتنر Gut. طبعاً ذول الأشخاص اللي أنت مسموح لك ترسلهم. بعد سيدنا محادثة فون فراو ناهد وعبد الله. شمشت ماينر موتا أين كت شينكن زي لبت شموك وندو واس شينكست دو داينر موتا Ich weiß nicht. Eine Kaufmännchen will ich dich. Und meinem Bruder schenke ich.
Ein Hemd. Gut. Wohl, ich musste meiner Mutter eine Kette schenken. Ein Ersel, Umschino, Kette, Selsele. Sie liebt Schmuck. Jetzt habe sie eine Hülle, hatte Schmuck. Und du, was schenkst du deiner Mutter? Schachtersel, Ummak. Ich weiß nicht. Eine Kaffeemaschine vielleicht, ja, nee, ein Hai, alle Kappen, Kahua. Und meinem Bruder schenke ich ein Hemd. Wali, Achi, Ersel, Hemd. هسه حسألكم حتى كل من يكتب انتبه على السؤال حتى تجاوب عليه من السؤال أخذ الجواب von wem من أي شخص haben Sie zuletzt آخر شيء ein Geschenk bekommen und was مو إلا شيء شخصي مو تكتب لنا جمل آخر شيء من أي شخص حصلت على هدية وماذا كانت كل من يكتب لنا جملة نعوف الثاني يقول über welches Geschenk haben Sie sich besonders gefreut oder geärgert. Weil ich hätte die Ente hasenet, ja ne, gewabbt auch verheit heimat, ne, um hier die Jihadi, ja, خلاص. Das ist sehr gut. Tegde hat gul min achi, min ochti, lakin von hua dativ, intebe. Ich habe min, lab, 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 ein Geschenk bekommen, wa es war, wa hada kanet, schinu kan, wa tkemmel. Eid kitabe, jumla almanie, sahiha. إيه عبد الله بس عيد منك تقول لي أنا من أخوي استلمت هدية وهذه كانت كذا هيك لازم جملة إحنا في مستوى الأطفال انتبه برودر هو دير يعني ديم يعني شو هيصير ماينن مو ماينر ماينر للمؤنث بدكم دقيقتين نتوقف حتى نصي مادة توقف إلى هذا الموضوع المحاضرة القادمة إن شاء الله مخلصين إحنا الكتاب الأول حفظوا المفردات لأن حنسوي امتحان بالمفردات حاصيكم مجموعة من المفردات اللي خاصة بهذا الكتاب بصورة جميلة تقدر تسحبها بالطابعة إذا عندك أو تكتبهم على شكل كارتات وتعلقهم وتحفظهم أو إذا عندك سبورة تكتب كل يومية مجموعة حتى تضبطهم أكثر وأكثر عافية رقية بس تصحيح بسيط Ich habe von meiner Schwester eine Kette bekommen هو في الماضي يبقى نفسه bekommen ما يتغير شوف هاي الأفعال perfect ليش قلنا مهمة Ich habe heute mich darüber geärgert bekommen صحيح يا صحيح سارة Ich habe ein Geschenk von meinem Bruder bekommen und sie war das Handy. Gut, das ist richtig. Aber das Geschenk ist ein Harf Kebir. Ich habe ein Geschenk von meinem Bruder und sie war und es war, denn es war das, wenn auch anab es. Afje, das ist jetzt richtig, Ruchaye. Das ist von Frau Ruchaye. Gut. Aha, Abdallah, جيد. بس عسى شيء بسيط. من أخويه آني استلمت. وين آني؟ هنا ما موجودة آني. هسا هنضيفها هنا. سنضيفها. ضيفها هنا. شوي انتبه لي بيها. من أخوي آني استلمت. فعل شنو فعل؟ بيكومن يأخذ هابن مو هابئي
من أخي habe ich die Geschenk, das Geschenk bekommen, in Hua das. واضح؟ شنو كانت هاي الهدية؟ وتقول es war كانت أضيف. يعني لازم عندنا هو هذا بناء البيرفكت اللي في المرتبة الثانية لازم فعل مساعد هو ما إلى معنى بس لازم موجود. حتى إذا أنت في ألمانيا تقول الجملة الأولى صحيح يفتهموك عادي بس أنا تدري لازم لغة أكاديمية فصحى نكتب فيها. Richtig gut. Das ist gut für heute. Sehen wir اليوم. توقف إلى هذا الحد من المحاضرة حتى تراجعون أكثر مراجعة كثيفة. أنا أعرف أنت قاري وهاي بس لا لازم تراجع وتكتب وتعيد أكثر مرة. عيد. Jetzt Hausaufgaben. Seite 116, 116. حاول قدر الإمكان لا تفوت أي محاضرة. Gut. Gut, هنا أرتب الإيميل. وهنا نكتب إيميل حسب هذا الموجود اللي عندنا. Antwortet sie Samira. هاي مطيك هو البداية مطيك الخاتمة وتكتب هنا. هنا شنو الفحوى حيكون من هاي الأسئلة. أشكرها الإيميل شكرها. Wo sind Sie zur Schule gegangen? إلى أي مدرسة ذهبت أنت؟ اكتب أي اسم مدرسة أنت رحت لها. Was war Ihr Lieblingsfach? شنو كان؟ شو ما اليوم كتب عبد الله ورقية وسارة كتبتوها بالشات مالتنا في التليجرام نفسها. Wie war Ihre Lehrerin? كيف كان معلم معلمتك أو معلمك؟ Mein Lehrer war وتكمل يعني من نفسه. Mein Lieblingsfach يعني جاي نسوي نفس السؤال نصيغ الجواب. هذا الإير شنو؟ Mein يصبح والفار يبقى. Mein Lieblingsfach war وتكمل. الإير mein أو meine. هنا war Ihr Unterricht هم. Mein Unterricht war يعني من نفس السؤال طلع الجواب. Gut. تكتب الإيميل اللي بعده 28 das auch معلومات كل كلمة شنو تعني تملأ هاي استمارة على نفسك وتقرأ القطعة وداس ist richtig oder falsch جواب على هاي هاي إلك قراءة وترجمة 35 وعدكم رقم واحد وعدكم هذا مهم المعلومات فيه كلمة was kann man nicht schenken ما هي الكلمة الشيء اللي ما تقدر ترسله مثلا داتوم تاريخ ما أقدر أرسله und so weiter. Ich hoffe, alles gut. Schönes Wochenende. Adlet Night ist Boa Saide. Treffen wir am Sonntag. شد حيلكم واقرا اكثر شباب مع السلامه Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.